مساء الفل على كل المشاهدين او المتابعين من مواليد برج الحوت. لو انتم من المشاهدين فقط فيشرفنا ان انتم تبقوا من الاعضاء المتفاعلين معنا في القناة. ده طبعا هيجي عن طريق الاشتراك، وعند تفعيل الجرس كده ضمنتم ان اسبوعيا هيجي لكم اشعارات من القناة بكل ما هو جديد من توقعات الفلك لمواليد برج الحوت. مواليد برج الحوت في الفترة من يوم 25 حتى اخر شهر اكتوبر 31 اكتوبر 2024 هنتكلم على اهم الطاقات والتحركات والتوقعات الوارد حدوثها في خلال الفترة. هنتكلم على نصايح وتحذيرات واللي ان شاء الله هتبقى خير عليكم يا مواليد برج الحوت، لان خلاص الصعب انتوا شربتوه بازايز، يعني مش كوبايات ولا معلقة، لا بازايز. فالصعب ان شاء الله هيبقى خلاص فترة وخلصت بإذن الله، بإذن الله تعالى نهاية الشهر ده وبداية الشهر الجديد بإذن الله هتبقى خير عليكم يا مواليد برج الحوت. لكن سريعا نتكلم على اخر تحرك حدث معانا في شهر اكتوبر، هو تواجد الشمس في برج العقرب. ده الكلام ده هيبقى هيحصل من النهارده من يوم 22 اكتوبر. من يوم 22 اكتوبر اول تحرك يفتح النفس، اللي هو تحرك اللي بيقول لزحل يريح شويه بقى، يا عم انت مش تعبت؟ مش كفايه؟ مش كفايه اللي عملته معانا؟ اجي الشمس هنا تيجي تظبط شويه. الشمس هنا هتيجي عشان خاطر تظبط لكم الحظوظ، تظبط لكم الامور اللي ما كانتش ماشيه، تلاقي الامور بدات تتفتح بدل ما كانت صعبه او مستحيله عند البعض. لذلك التحرك ده هيبدا يهدي حاجات كتيره كانت متصعبه معاكم. طبعا مش هتكلم عن الفترات السابقه، اذا كان ضغط العمل ومره واحده ينزل ويعلى تاني بطريقه رهيبه، تقلبات العمل غريبه، حتى المود العام كنت انت بتستغربه، ممكن الصبح تلاقي نفسك فرحان، بالليل قاعد مخنوق ومش طايق نفسك. طاقات يعني زحل مع تراجع بيتها تراجع بلوتو، كل التحركات دي كانت عامله لكم خلل نوعا ما في مواليد برج الحوت. لكن ان شاء الله نيجي بقى تحركات القمر اللي هتبدا تظبط الامور. في يوم 25 و26 هو اول تحرك للقمر في خلال الاسبوع القادم، وهيبقى القمر متواجد على برج الاسد. تواجد القمر في المنطقه دي هيبدا يركز على امور العمل لكن بالعقل، اللي هو ايه بقى، الناس بقى هتبدا تشوف ايه اللي انت بتعمله وتبدا يقدروك. ممكن تقدر يبقى معنوي، مش هقول لك مادي بس معنوي، اللي هو لا الشخص ده له دور، الشخص ده بيعمل شغل مش اي حد بيعمله. هتلاقي الاعتراف بفكره اللي انت بتعمل اللي عليك بدات تظهر اليومين اللي بعد كده. 27 و28 و29 القمر هيبقى على العذراء. القمر تواجده في العذراء ده هيبدا يرجع حوارات مع شريك الحياه. هيرجع حوارات مع شريك الحياه، ممكن انت يعني اساسا مش عايزها لكن غصب عنك هتتفتح تاني، وده برضو لمصلحتك. يعني شوف انا بقول لك انت اساسا مش هتبقى طايق الفكره لكن هتبقى لمصلحتك. ليه هتبقى لمصلحتك يا برج الحوت؟ هتبقى لمصلحتك لان انت عايز تنهي حوارات تعبت انت منها، عايز تجيب حل نهائي، جواب نهائي على من سيربح المليون، جواب نهائي. ده اللي انت ان شاء الله على اخر الشهر ده هتجيب الجواب النهائي، اللي مش هيبقى شر على فكره، بالعكس هيبقى خير، لان انت هتخلص وان شاء الله هيبقى خير عليك يا مولود برج الحوت. طيب نيجي بقى على 30 31، عارفين انت اللي هو الشهر لسه ما خلصش فمش هسيبك، لازم انكشك شويه. هم اليومين دول معلش اللي هو 30 31 هيجي ينكشك شويه، لان هيجي يضربك في امور خاصة بالنفسية، هيجي يضربك في أمور التردد، هتلاقي نفسك بتغضب بسرعة من لا شيء، اللي هو اليومين دولت اللي أنت بتحس فيهم أنت مش عارف ليه أنت رد فعلك كان كده، هما اليومين دول هيبقوا كده بالنسبة لك. هتبدأ تبص حاجات زي كده، هتبدأ تبص للأمور المالية، هتبدأ تبص للأمور من حولك، هتبدأ تراجع حواليك حاجات كتيرة، هتبقى يوم يعني يومين يعني إيه مش هقول صعبين لكن هيخليك تفكر كتير، عقلك اللي هو اللي أنت كل شوية الناس شايفك سرحان، هيبقوا اليومين دول كده. طيب لو اتكلمنا بقى على توقعات خلال الفتره، زي ما احنا قلنا من شويه انتوا تبقى شغالين في التعب وتعبانين، وهيبداوا اخيرا في العمل مثلا يقدروك باذن الله تعالى. وارد جدا هتبقى اخبار جميله جدا في خلال هذا الاسبوع، هو الوصول لمكانه مميزه اسرع من اي شخص في نفس مكانك. يعني انت هتسمع الجمله دي، اللي انت وصلت لمرحله اعلى من اي شخص في هذه الفتره. يعني مثلا انت الناس عشان توصل للي انت عملته ده محتاجه مثلا 10 15 سنه، انت وصلت لها مثلا في سنتين ثلاثه سبيل المثال. يعني هتسمع حاجه زي كده، هيبقى في مكان، هتبقى في حاجه زي
بوزيشن او وضعيه، او انت مثلا هتبقى في مرتبه اعلى في الشغل حتى لو ما كانتش رسميه، لكن هتبقى عن طريق الكلمه هتبان من حولك. طيب بالنسبه لضغوطات العمل دي اللي ممكن تزيد نوعا ما، ضغوطات العمل لو انت العمل يتراكم نوعا ما، يعني انت كنت الفتره في بدايه الشهر ده بالاخص كانت الامور ضغط عمل ضغط عمل، يمكن عدى اسبوع او 10 ايام بدات تهدى شويه، هتلاقي ايضا في ضغط عمل ان شاء الله هتبقى اليومين القادمين. طبعا ضغط العمل ده بيختلف اذا كنت شغال مثلا في امور تجاريه او شغال مثلا في شركه، لو في شركه هيبقى يومين صعبين، لو في امور تجاريه ومحلك هيبقى امور يومين حلوين، فهي هتختلف على حسب ايضا مجال العمل اللي انت شغال فيه. طيب عمليات البيع والشراء والتجديد هتبقى روعه. انت يا مواليد برج الحوت لو في خلال الفترة دي بتدور على شيء عشان تشتريه، أو حاجة عايز تبيعها، أو حاجة عايز تجددها، أيا كانت، في الفترة دي هتبقى جميلة جدا. تحذير بسيط، الاستعجال. عايز تبيع أو تشتري جميل، لكن العقد قدامك بص على الحروف قبل الجملة. إن شاء الله تبقى خير، إن شاء الله لو أنت مثلا داخل على صفقة أو حاجة زي كده هتبقى جميلة جدا. لكن ركز في كل كلمة وكل حرف، بالله عليك ده تحذير. كل كلمة كل حرف تكون مكتومة، يعني خليت الاتفاق بالكلام خليه رسمي، خليه حبر على ورق، خلي كل حاجة رسمية بطريقة 100% يا مواليد برج الحوت، لأن الفترة هتبقى جميلة في أمور البيع والشراء. طيب في خلال الفترة هيبقى في أيضا حاجة غريبة شوية، اللي انت هتكتشف ان الحقيقة عكس ما كنت تعتقد من جواك. عشان اوضحها اكتر الحتة دي، يعني ايه سبيل المثال؟ انت مثلا، طبعا مثال مبسط، يعني انت بتروح نادي عشان تلعب كورة مثلا، انت دايما احساسك ان مفيش حد طايقك، او انت الدنيا هناك مش عاجبك. هتكتشف ان كل الناس بيحبوك جدا، لكن ما كانوش مبينين، او ما كانش الامور سامحة ان هم يبين لك وشهم. زي ما انا بقول لك، الفكره المكان او الطريقه او الاحساس الداخلي اللي هيبقى جواك، هتبدا تكتشف ان مش ده الواقع. هتكتشف ان العكس صحيح، ناس كنت فاكرهم مش طايقينك هتكتشف ان هم جبال جدا معاك. في مثلا مصلحه كنت فاكر ان هي مش هتجيلك عشان خاطر عداوه ولا حاجه زي كده، هتكتشف ان الموضوع مش كده. في ان شاء الله اكتشاف جميل، اللي هو الاكتشاف للافضل. ف دي بحد ذاتها هتبقى جميله جدا جدا جدا. زي ما انا بقول لك، ممكن مثلا تفتكر الموضوع من الطبخ، يعني الموضوع، حتى اللي هسمي عنوان الفيديو الموضوع مش متطبخ، الموضوع مش متطبخه يا حوت، لا، كل حاجه انت كنت بتعملها من قبل هتبدا تظهر. فمعنى هنا الاكتشاف اللي انت هتقابله، هتكتشف ان الموضوع مش متطبخ، لا، الموضوع اللي انت فعلا الناس بصلك بصه كويسه. ابرام عقود واستثمار وقروض طويله الاجل، اذا كان قطعه ارض، شركه، محل، قروض بفوائد بسيطه. بوجه عام امور الاستثماريه، هنا هتكلم للحظه كده الحته بالاخص لرجال الاعمال، او في استثمار، او مثلا تعامل بورصات او ورق مالي. معلش انا يعني الفتره دي، يعني التوقع ده بالاخص للجزئيه دي اللي بتتعامل بالاعمال الماليه. في خلال الفتره هتبقى وارد جدا حدوث هذه الاشياء اللي هتبقى في صفك، هتبقى خير مش وحشه ان شاء الله، توكل على الله، الفتره هتبقى جميله في هذه الامور. فلذلك وارد جدا في خلال هذه الفتره يجد امور او تجي امور جديده خاصه بالقروض، بعقود، بالتزامات، استثمارات، بالاخص الاشياء طويله الاجل. يعني مش بتكلم على صد رد خبطة بيع وشراء، لا، بتكلم على عقود مبرمة لطويلة الأجل. إن شاء الله هتبقى خير ليكم يا مواليد برج الحوت. فبوجه عام يا مواليد برج الحوت، الفترة خير، تفائلوا بالخير تجدوه إن شاء الله. الفترة بوجه عام هتبقى خير، بعض الأيام هتبقى فيها نفسية صعبة شوية، لكن إن شاء الله هتنهي بنهاية خير عليكم، وبداية شهر هيبقى أحلى وأفضل عليكم يا مواليد برج الحوت. فكده يبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، أتمنى تنال إعجاب حضراتكم، أوعى تنسوا الاشتراك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا ومع ألف سلامة.